وكذلك حفظك الله تسأل فتقول إن والدها قد توفي، فهل على أمي إحداد؟ فقد أخبرناها أن والدي قد توفي، فتحزن ثم تنسى وتسأل عنه، هل تغدى هل تعشى؟ تقول أريد أن أسافر بها إلى الرياض، هي في الكويت وأريد أن آتي بها عندي في الرياض، هل يجوز لي أن أقولها في فترة الإحداد؟ إذا كان هذا أحفظ لها وأحسن لها من بقائها في هناك فلا معنى، إذا كان هذا أحسن لها وأضبط لها ولتخدمها أنت فلا بأس، لأن هذا لمصلحتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.